معي على الهاتف الحقوقيه الدكتوره نهاد ابو القمصان. اهلا بك دكتور. مساء الخير، ازي حضرتك؟ اهلا بك يا فندم، مساء الخير على حضرتك. يعني تعليقك على البيان المشترك اللي صدر عن 31 دوله في مجلس حقوق الانسان بالامم المتحده من حيث دلاله التوقيت واليه استخراج هذا البيان اللي وقع عليه 31 دوله. خليني اقول لك على اليات المجلس الدولي، انه ممكن اي عدد من الدول بيراقب دول اخرى وبيطلع بيانات. فالحقيقه ان حركه حقوق الانسان وقضايا حقوق الانسان بقت قضايا عالميه مش شان محلي، وبالتالي زي ما في 31 دوله طلعوا بيان، مصر تقدر تشارك مع عدد من الدول بانها برضو تطلع بيانات تعقيبا على اي دوله حتى من ال 31. فكرة الدلالة والتوقيت، احنا عارفين من زمان ان مصر يعني العين عليها، يعني طول الوقت في منظمات سواء مصريين مقيمين في الخارج او منظمات يعني في الخارج هي بتراقب ويعني بدقة اللي بيحصل في مصر. ما اقدرش اقول بدقة قوي لانه الحقيقة البيانات اللي بتوصل لهم مصادرها ايه، شكلها ايه، المنهجية اللي بيتم فيها تتبع المعلومات ايه. فخلينا نتفق على كذا قاعدة. واحد، ان قضايا حقوق الانسان لم تعد شأن محلي، هي شأن عالمي وكل الدول تستطيع ان تعاقب على كل الدول. واعتقد ان وزارة الخارجية طلعت بيان بهذا المعنى. صحيح. وانا اؤيدها في ده. الحاجة الثانية، ان احنا علينا مسؤولية اننا يبقى بنقدم معلومات للعالم. مشكلة ان احنا بنعمل حاجات مهمة في مصر وانجازات كتيرة، لكن محتاجين نفعل بشكل اكبر الهيئه العامه للاستعلامات، محتاجين نفعل بشكل اكتر المصادر المترجمه باللغه الانجليزيه. لانه خليني اقول لحضرتك تجربه شخصيه. اتفضلي يا فندم. انا كنت بعمل تقرير مع الامم المتحده عن العداله وقضايا النوع في مصر. التقرير ده جالنا في مصر علشان نراجعه، وكان عامله خبير انا اثق فيه تماما، ما عندوش اي موقف ضد مصر على الاطلاق. لما راجعنا التقرير الحقيقه انزعجنا جدا، لان هو مستند الى مصادر اجنبيه كلها معاديه لمصر. لكن لما دورت على المعلومات اللي بتطلع عن مصر نفسها لقيتها، علشان انا اقدر ارد على التقرير، لقيت اننا كل انجازاتنا احنا بنكلم بعض بيها، فكل انجازاتنا بتطلع بالعربي. وبالتالي احنا محتاجين اننا نبص على الفجوه اللي عندنا في المعلومات، وايه اللغات اللي بنتكلم مع الناس بيها، وايه كمان المنهجيه اللي بنشتغل بيها علشان نقدر نرد على الكلام ده. فالقضيه مش محتاجين انها لا تقلقنا ولا توترنا ولا هي خناقه ولا اي حاجه. بيان طلع اهلا وسهلا، نرد عليه على مستويين، على مستوى المنهجيه اللي اتخذت لخروج هذا البيان ومدى دقه المعلومات او عدم دقتها وجايبينها منين. الحاجه الثانيه، احنا نقدم للعالم المعلومات المظبوطه باللغات المختلفه، وده محتاج مجهود شوية. كمان محتاجين نراجع شوية ملفات عندنا. يعني أنا في تقديري إنه في ملف لازم يتبص عليه بعين الاعتبار، وهو الحبس الاحتياطي. يعني الحبس الاحتياطي تحول إلى ما يشبه يعني عقوبة إضافية. إحنا عندنا مدد للحبس الاحتياطي، الناس تخلصها وتطلع. ليه تتحبس تاني على ذمة اتهامات تاني؟ يا إما نحيل الناس للمحاكمات على طول. دي من الحاجات البسيطة اللي نقدر نعملها وتبقى يعني انتصار للعدالة ومحدش يبقى له عندنا حاجة. لكن خلاصة القول انه ده بيان عادي جدا بالنسبة لي، ما هوش مزعج ولا هوش مقلق وتقليدي، ونقدر نعمل زيه ونقدر نرد عليه وكل حاجة. والدليل يا نهاد هانم انه كوبا طلعت برضو بيان ومضى عليه 64 دولة، وبيلاروسيا طلعت بيان ومضى عليه 71 دولة. يعني نقدر نعمل هذا الكلام. احنا كل سنه بيبقى عندنا حاجه اسمها المراجعه الدوريه الشامله لملف حقوق الانسان في مصر. مصر هي اللي بتقدم تقريرها عن نفسها وبتستلم توصيات من دول. اخر تقرير متقدم في سنه 2019 11 تحديدا، يعني شهر 11 2019، مستلمين حوالي 300 توصيه. فيعني مش ده المزعج بالنسبه لنا خالص، دي اليه فيها تفاعل مع العالم. لكن اللي لازم ناخد بالنا منه، احنا اولى ببيتنا، احنا اولى بترتيب بيتنا، احنا اللي نبص على قضايانا وعلى ملفاتنا. وزي ما قلت، لو في حاجات احنا ممكن نعملها وما تبقاش يعني عامله كان احنا بيتنا هو اللي مكركب، لا، احنا الدنيا كويسه، في انتقادات بتحصل، في خطوات بتتاخد، في طبعا بالتاكيد ما احناش
يعني ملائكة أكيد عندنا تحديات وعندنا قصور، كل ده حوار ما يجبش إنه يفضل داخلي هو باللغة العربية، ده حوار لازم يطلع لبره ولازم العالم يبقى شايفينه معانا، ونبقى إحنا بنقول أيوة عندنا مشاكل في 1 2 3 وأيوة بنحل 1 2 3، لكن فكرة إن 30 دولة تطلع بيان وده يزعجنا ولا يخضنا، لأ خالص، دي آلية منهجية معروفة في الأمم المتحدة. أنا بشكرك جدا دكتورة نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة.